أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ماضية في التطوير والتنمية وفق المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن التوسع المستمر الذي يحققه قطاع تجارة التجزئة عبر افتتاح المجمعات التجارية في مناطق البحرين المختلفة جعل منه إحدى المقومات الاقتصادية المهمة التي يجب أن يتواصل الاهتمام بها عبر تطوير الأنظمة المساندة لنموها بما يواكب روح التجديد والابتكار. وأشار سموه إلى أن قطاع تجارة التجزئة يعد من القطاعات التي توليها المملكة اهتماما كبيرا لما تحققه من رافد حيوي لحركة الاقتصاد الوطني عبر توفيرها لخيارات متعددة تشكل مصدر جذب للاستثمارات المختلفة، مشيدا سموه بما تزخر به المملكة من كوادر وطنية مؤهلة ومدربة لإدارة وتشغيل هذا القطاع الحيوي، منوها بما يوفره هذا القطاع من فرص عمل والتي وصلت إلى 25% من إجمالي الوظائف للبحرينيين العاملين بالقطاع الخاص. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بافتتاح مجمع أفنيوز البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه السيد محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس إدارة شركة صروح البحرين وأعضاء مجلس الإدارة. ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما تمثله البحرين من مصدر جذب للاستثمارات عبر ما تمتلكه من مقومات خصبة للاستثمار ومناخ مرن عبر مواصلة توفير كافة التسهيلات أمام المستثمرين وتطوير كافة الإجراءات التي من شأنها أن تجعل البحرين سباقة للظفر بالاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. هذا وقد قام سموه حفظه الله بجولة في أرجاء أفنيوز البحرين واطلع سموه كذلك على خطط المرحلة الثانية من تطوير المشروع وأعرب سموه عن تمنياته لكافة القائمين على هذا المشروع النجاح والتوفيق. من جانبه أعرب السيد محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس إدارة شركة صروح البحرين عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتفضل سموه بافتتاح الأفنيوز. كما أعرب الشايع عن سعادته بأن تكون مملكة البحرين أول انطلاقة للأفنيوز خارج الكويت مشيدا بما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات وفق رؤيتها الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى المنافسة عالميا. Thank you.
ما تمتلكه مملكة البحرين من بيئة اقتصادية خصبة وما توفره الحكومة اليوم من تسهيلات قد فتحت شهية المستثمر ليضع رؤوس أمواله في مشاريع تنموية اقتصادية. فافتتاح أفنيوز البحرين في مرحلته الأولى ترجم أمران أحدهما هو تحقيق هدف الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تسعى إلى المنافسة عالميا، والآخر هو تجاوز البحرين اليوم لمفهوم مراكز التسوق التقليدية. حاولنا نخلق شيء جديد كرياتيف ويكون خاصة المطاعم اللي على البحر، ونتمنى أن المرحلة الثانية تكون مكملة لنا. ما في شك طبعا في إيرادات وفي توظيف عمالة عدد كبير، ونتأمل ذلك أن يكون مساعد لتنشيط الاقتصاد. كل الأجهزة الحكومية كانت متعاونة بشكل 1000%، ما يعني كان تعاون متكامل من جميع الجهات. في قلب العاصمة المنامة يقع أفنيوز البحرين بواجهته البحرية الفريدة، ويتميز التصميم بشكل هندسي معماري يدمج الابتكار والترفيه. فالمرحلة الأولى تم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 60 مليون دينار بحريني، تضم 130 محلا تجاريا تبرزها العلامات التجارية العالمية والمحلية، منها علامات تدخل سوق التجزئة في البحرين لأول مرة، فضلا عن مساحة كبيرة مخصصة للترفيه فيه العائلي. قد وفرنا البنية التحتية من ناحية الكهرباء، توفير الكهرباء والماء، وكذلك اتفقنا مع المجمع أن يستفيدوا من الطاقة الشمسية. فمثلا مواقف السيارات في المرحلة الأولى راح تكون مغطاة بالألواح الشمسية. يقام هذا المجمع على مساحة 48 ألف متر مربع، بينما مساحة الأرض التي تم استئجارها من شؤون البلديات في الوزارة تقدر بحوالي 273 ألف متر مربع. حوالي 85% من المساحة وحسب الاتفاق بين الوزارة والمطور ستكون مساحات ترفيهية ومفتوحة إلى العموم. المشروع يوفر العديد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية، تصل إلى حوالي 4000 فرصة وظيفية في المرحلة الأولى، فضلاً أنه يسهم في دعم سياحة المجمعات التجارية في المملكة. لا شك أن مشروع مثل مجمع الأفنيوز رصد كبير على الاقتصاد مملكة البحرين ويحرك العجلة السياحية. اليوم انطلاق هذا المجمع بيكون له أثر كبير في الإنفاق السياحي في مملكة البحرين. إحنا لما درسنا وشفنا الإنفاق السياحي طبعا لها عدة أجزاء، الإقامة والتسوق والمواصلات هم أكبر ثلاث أجزاء يتم إنفاقها السائح في مملكة البحرين. افتتاح مشروع الأفنيوز تأكيد على متانة الاقتصاد البحريني ونجاح البحرين في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وهذا مشروع الأفنيوز كما تعرفون معلم تجاري كويتي راح يسهم في تنشيط العقارات الأخرى. تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2020 ليكتمل هذا الصرح التنموي الاقتصادي. النمو الاقتصادي والتطور السياحي الذي تشهده مملكة البحرين انعكس اليوم على إنشاء مثل هذه المجمعات التنموية، وأيضا إلى استقطاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.